بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كويس جدا، عرضنا البيانات بتاعتنا من الفايل بتاعنا الخارجي، بس انا مش عايز اوصل لكده، انا عايز اعرض البيانات بتاعت الاري العادية. اما الاري اللي جالي من الداتا اللي جوه دي هنعمل بيها عملية ثانية. فانا بدل ما اقول له اعرض بالبوب دي، انا هقول له بلايرز بيلرز اوبرير عادية جدا، واقفل القوس ومش خلاص، هرجع الايه الوضع الايه الوضع الاصلي. وبقى عندي البوب دي دلوقتي شايله الاري التفصيليه اللي لسه ما اشتغلتش عليها. رجعنا للوضع الاصلي تمام كده. اللي انا عايز اعمله ايه المره دي؟ انا عايز لما كليك على ايتم اعرف الايتم ده رقم كام وبياناته ايه، بحيث اقدر لو بعد كده اقدر اشتغل عليه. تمام؟ فقلت له البرير دوت ليست فيو، هعمل الايفنت بتاع الكليك ليزنر. خلاص، فهقول له اون ايتم كليك ليزنر. اون ايتم كليك ليزنر يعني اول ما في ايتم يتداس عليه. خلاص كده؟ اون ايتم كليك ليزنر في طبعا لونج كليك وفي سيلكتبل، في احنا عايزين اون ايتم كليك ليزنر. خلاص، بيساوي ايه؟ اعمل له بقى الفانكشن بتاعتي اللي انا عايزها تشتغل. تمام؟ هقول له ايه؟ هقول له ادابتر فيو. خلاص، انا هشتغل ادابتر فيو المره دي. ادابتر فيو اللي هو الموصل بتاع الفيو اللي هيوصلني بالفيو. هقول له اون ايتم كليك ليزنر. خلاص، في عندي كذا شكل، الشكل الثاني هو اللي يهمني، اللي هيديني فيه البيرنت اللي هو الادابتر فيو المفترض، الفيو اللي عمل حصل عليه كليك، والفيو التفصيل الداخلي، ويديني البوزيشن. اهو ده بالنسبه للادابتر فيو اللي هو البيرنت. خلاص، اللي هي الليست فيو بتاعتي، والفيو اللي هو الايتم بتاعي، والبوزيشن بتاعه، والاي دي لو كان لي اي دي. تمام كده؟ هدوس انتر كده وابدا اشتغل. خلاص كده، انا غيرت الاسم سميته ادابتر فيو. فاقول له فار فال ايتم، هجيب ايتم الايتم اللي حصل عليه كليك. هقول له ادابتر فيو ده عايز تسميه بيرنت، وتبقى ماشي على الستاندرد الاسم اللي بينزل بشكل عام، مفيش مشكله يعني، مش تفرق، نسميه بيرنت. بيرنت دوت انا عايز اجيب ايه؟ هقول له عايز اجيب الجيت ايتم، في عندي جيت ايتم ات بوزيشن، انا عايز اجيب ايتم في بوزيشن معين، وعايز اجيب جيت اي دي ات بوزيشن معين. فانا قلت له مقاس جيت ايتم ات بوزيشن. قال لي انا بوزيشن تول بي او اس، البي او اس ده فاريبل بيتملي بالديتا اول ما تكليك، اول ما تكليك يوم ايه؟ اتكلكت على اول واحد يبقى البوزيشن 0 كده، اول ثاني واحد يبقى البوزيشن 1. ها تمام، وهكذا. فدو دوت سترينج عشان طبعا عايز اعرضه سترينج، وعرفت كمان فال الايتم بوزيشن بقى لو انت عايز تشوف البوزيشن رقم كام والايتم اسمه ايه، الاي بوزيشن رقم. ودايما دي اللي بتهمنا لما نكون عارضين لسته من تيبلز من كلام زي كده، بنبقى عايزين نعرف بس رقم كام او الداتا اللي موجوده في ايه، بحيث نعرف نشتغل. فالايتم بوزيشن هقول له جيت ايتم، احنا خدنا جيت ايتم ات بوزيشن، هقول له جيت ايتم اي دي ات بوزيشن، فهيجيب لي الاي دي ده لو كان في اي دي اصلا. تمام كده؟ طبعا لو كانش في اي دي هيحط لك الايه البوزيشن اللي هو 0 1 2 3 4 يعني. تمام؟ كويس جدا. فكده انا ايه معايا الايتم والايتم بوزيشن. هعمل توست كده سريع، اقول له ميك تكست، هعرض فيه بس الايتم والايتم بوزيشن عشان اشوف بس قدرت احس لما يكليك على واحد، لما يكليك على الثاني، لما يكليك على الثالث، ابقى عارف هو بيكليك فين بالظبط بس. فقلت له توست وميك تكست وابلكيشن كونتكست، وهقول له كليكد مثلا ايتم، في ايتم حصل عليه كليك، واطلع اسمه مثلا اللي هو الايتم مثلا ذات نفسه اللي هو الفاريبل اسمه ايتم، اند اتس بوزيشن، والبوزيشن بتاعه مثلا اطبع الايه الايتم بوز ده اللي هو الايتم بوزيشن اللي معايا. تمام؟ وهخليها لونج مثلا، تاخد وقت طويل الديوريشن بتاعته. فهقول له الايه التوست دوت لينس ايه لونج، وما انساش دوت شوم عشان يعرض لي الايه التوست دي. طيب سيمي كولون كده واجرب كده، هشوف بقى الاون كليك ليزنر بقى حساس وبحس بكل واحد مختلف وبيطلع لي الداتا بتاعته ولا لا. اريرن وارجع كده للاب، ادي الايتمز الموجوده، دوس على اول ايتم طلع لي من تحت كليك ايتم اللي هو ايه ذا قيام، وهكذا طلع لي انتنشن، قال لي ايه كليك الايتم انتنشن اند بوزيشن 0 مظبوط، والاخير اللي هو 13 مظبوط. تمام، بكده ان شاء الله نكون شغلنا كل ايه الكليك على كل ايتم جوه الليست.